بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. نرحب بالإخوة والأخوات أجمل الترحيب مع هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يجمعنا بفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيجيب مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم من محطة القصيم. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. نبدأ بتفسير الآيتين. ارتداد. نعم الإخوان تعالجون التردد أو الصدى. نبدأ بتفسير الآيتين في سورة البقرة في قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. في هذا نهي عن أن يحلف الإنسان أن لا يفعل الخير، فإذا حلف أن لا يفعل الخير، أن لا يصل رحمه، أن لا يتصدق، أن لا يفعل كذا وكذا، فإنه لا يستمر على يمينه، بل عليه أن ينقضها وأن يفعل الخير ويكفر عن يمينه، كفر عن يمينه ويفعل الخير. فإذا حلف ألا يصل رحمه، فإنه حلف على ترك فعل الخير، فيجب عليه أن لا يستمر على هذه اليمين، وأن يصل رحمه ويكفر عن يمينه. هذا معنى قوله: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا، أن تفعلوا أعمال البر وتتقوا الله سبحانه في أعمال الطاعات، أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. كل هذه أفعال طيبة وأفعال خير، فلا يحلف الإنسان أن لا يفعلها، وإذا حلف أن لا يفعلها فإنه ينقض يمينه ويفعلها ويكفر عن يمينه. وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى ألا يغلق الإنسان على نفسه باب الخير والمعروف. والله سميع لأقوالكم، عليم بأفعالكم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، هذا فيه أن لغو اليمين لا تنعقد ولا يلزم فيها شيء، وهي اليمين التي لا يقصدها الإنسان، لا يقصد عقده، ولكنها جرت على لسانه من غير قصد، كلا والله ولا وبلا والله في عرض حديثه، هذه لا حكم لها، هذه ملغاة، لغو يعني ملغاة، لا حكم لها ولا تنعقد بها يمين، لأنه لم ينوها. وفي الآية الأخرى: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، يعني نويتم عقده، أما ما لم تنووا عقده وإنما جرى على اللسان من غير قصد فهذا لا حكم له ولا يلزم به شيء.
لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، يعني بما نويتم عقده بالقلب، مثل قوله بما عقدتم الأيمان. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. نبدأ باتصالات الإخوة والأخوات، ونذكر السادة المشاهدين بتليفون البرنامج والذي سيظهره مخرج هذه الحلقة معجب الدوسري على الشاشة قريبا لمن أراد الاتصال بفضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، بالنسبة لأفضل الأعمال الصالحة التي تزيد من عمل الإنسان في الخير ومن كسبه للحسنات، أفضل هذه الأعمال في هذه الدنيا؟ أفضل الأعمال ما كان يتعدى نفعه، مثل الصدقات والإحسان والإصلاح بين الناس، فعل المعروف، كل ما يتعدى نفعه فهو أحسن وأتم، وما كان قاصرا على صاحبه فهو طيب، ولكن النوع الأول أفضل. نعم. يقول: أقرأ في كتاب الترغيب والترهيب، فما رأي الشيخ صالح في هذا الكتاب؟ الترغيب والترهيب كتاب جيد للحافظ المنذري رحمه الله، يورد فيه الأحاديث في الترغيب في الأعمال الصالحة، ويورد الأحاديث التي فيها النهي عن الأعمال السيئة، فهو كتاب جيد وشامل وفيه خير، وكان أئمة المساجد يقرؤونه بعد صلاة العصر على المصلين ليستفيدوا منه ويسمعوه، وهذا من الموعظة الحسنة ومن ما يفيد الناس. نعم. هذا السائل يقول: يا شيخ، أرجو أن تذكروا لي أهم مصادر تلقي العلم الشرعي في وقتنا الحاضر، لأن هناك وسائل كثرت، فما أفضلها مأجورين، وما واجب طالب العلم تجاه تلك المصادر؟ نعم، يسأل عن أهم مصادر تلقي العلم الشرعي. ما هو السؤال؟ يقول: مصادر تلقي العلم الشرعي، ما أهمها في وقتنا الحاضر وما أفضلها؟ مصادر تلقي العلم هي أصول الفقه، هي أصول الفقه، أولا الكتاب هو القرآن، ثانيا السنة النبوية، ثالثا القياس، رابعا الإجماع. هذه أصول العلم التي يستنبط منها العلم ومنهج المتعلم. وأما من أين يتلقى العلم أو عمن يأخذ العلم، فالعلم لا يؤخذ عن الكتب ولا يؤخذ عن المتعالمين، وإنما يؤخذ عن العلماء المعروفين به جيلا بعد جيل. فلا بد أن يعرف الإنسان من أين يأخذ العلم، من أهل العلم الموثوقين والمعروفين بذلك. نعم. نذكر السادة الإخوة والأخوات بتليفون البرنامج لمن أراد الاتصال بفضيلة الشيخ وطرح الأسئلة، وأرجو أن تكون الأسئلة مختصرة ومفيدة كي يتسنى للجميع الاستفادة من إجابات الشيخ حفظه الله. هذا السائل يقول: شيخ، من الناس يكون يقرأ في المصحف في المسجد ثم تقام الصلاة ثم يقوم بتقبيله ووضعه في الدرج. نعم، يرفع المصحف إذا فرغ من
قراءة القرآن يرفع المصحف في المكان اللائق به، وأما التقبيل فهذا شيء لم يرد إلا عن بعض الصحابة، ورد عن بعض الصحابة أنه قبل المصحف، والأكثر لا، لم يحصل منهم هذا، ولكن هذا في الحقيقة فيه محبة للقرآن وفيه تقدير للقرآن، فلا ينكر على من فعله. نعم. طيب فضيلة الشيخ، وردنا هذا السؤال، يقول فيه السائل: هل الرجل والمرأة في الآيات في العمل الصالح سواء، حيث حث القرآن الكريم على الرجال، هل يشمل الرجال والنساء في استمراريتهم في العمل الصالح؟ نعم، فعل الواجبات وترك المحرمات هذا شامل للرجال والنساء على حد سواء. إن المؤمنين والمؤمنات والمسلمين هو المسلمات إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى آخر الآية، ثم قال في ختامها: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، ثم قال بعدها: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هذا شامل للرجال وللنساء، فالواجبات وفعل الطاعات وترك المحرمات والمكروهات هذا شامل للرجال وللنساء. وهناك أحكام تختص بالنساء، هناك أحكام تختص بالنساء وهي مدونة ومذكورة في كتب الحديث وكتب الفقه، وهي معروفة. فالمرأة تختص في أحكام لا يشاركها فيها الرجل، تليق بها، والرجل يختص بأحكام لا تشاركه فيها المرأة، وإنما تليق بالرجال. نعم. أحسن الله إليكم. الأخت أمها تقول: توفيت ابنة أختي وهي في 13 من عمرها ووحيدتها، تقول والدتها ما زالت تبكي عليها منذ 3 سنوات. بالنسبة يا شيخ للبكاء على هذه البنت، تقول من جهة أختي، هل عليها بأس؟ البكاء لا يؤاخذ عليه، لأنه من الرحمة، ولأن الإنسان لا يستطيع منعه. وقد بكى النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم، قال: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، وإنما يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه، أو يرحم. فمسألة البكاء هذه لا يستطيع الإنسان منعها، وهي رحمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحمة جعلها الله في قلبي، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. إنما الممنوع الكلام السيء كالنياحة على الميت وذكر محاسن الميت، أو الأفعال المحرمة كلطم الخدود وشق الجيوب ودعوى الجاهلية، هذا هو المحرم. نعم. ولكن الصبر على الإنسان أنه يستعمل الصبر حتى عن البكاء، يستعمل الصبر ويسلو بإذن الله. نعم. أبو بندر من الدوادمي معنا على الخط. أبو بندر، السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. الله يجزاك خير. عندي سؤال واحد طال عمرك، انا صليت الفريضة وبعد ما صليت لقيت في ثوبي دم، يعني عيد الصلاة ولا؟ وجزاكم الله خير. لا يا اخي، تغسل الدم للمستقبل، اما ما صليت وعلى ثوبك نجاسة ولم تعلم بها او علمت بها ونسيتها، فصلاتك صحيحة ان شاء الله. نعم. السائلة بسمة تقول: يا شيخ،
حين يصلي الإنسان صلاة الاستخارة كم المدة التي يصليها؟ هل يومان أو ثلاثة أم يستمر في ذلك حتى يتبين له الخير؟ نعم، يكرر الصلاة والدعاء للاستخارة حتى يترجح عنده أحد الأمرين. نعم. هذا سائل يقول: ما هو الحياء المحمود والحياء المذموم؟ وقد جاءت الأحاديث النبوية بالحث على الحياء في كل وقت. الحياء خلق كريم، وهو ما يكف صاحبه عما يدنسه ويشينه ويحمله على ما يجمله ويزينه. قد قال صلى الله عليه وسلم: الحياء شعبة من الإيمان. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الحياء لا يأتي إلا بخير. وفي الحديث: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فالحياء يكف صاحبه عما لا يليق من الأقوال والأفعال، هذا هو الحياء المحمود، وهو من خصال الإيمان ومن شعب الإيمان كما في الحديث. وأما الحياء الذي يمنع صاحبه من طلب العلم، من سؤال أهل العلم ما يحتاج إليه، فهذا مذموم، لأنه خجل، هذا ليس بحياء محمود، وإنما هو خجل وضعف. نعم. هذه السائلة تقول: فضيلة الشيخ، لدي ولله الحمد ما يتيسر من المال، وأريد أن أبني أو أساهم، تقول، في بناء مسجد مثلا بالحديد والإسمنت، هل يشملني الأجر؟ نعم، مشاركة، إذا شاركت في بناء المسجد بأي شيء مما ينفع فلها من الأجر على قدر ذلك وعلى حسب نيتها، والله لا يضيع أجر المحسنين. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة فضيلة الشيخ التي وردتنا، هذا السائل أبو عبد الله يقول: التسرع في الفتوى وإفتاء الناس بسرعة، وبعد ذلك يتبين للسائل بأنه أخذ فتوى غير صحيحة، ما حكم ذلك في الشريعة؟ لا يجوز التسرع في الفتوى، بل يتأنى الإنسان المسؤول ويتأكد من جواب من نفسه، فإن كان عنده جواب يغلب على ظنه صحته فليجيب السائل، وإذا لم يكن عنده علم أو لم يتثبت أو يحتاج إلى مراجعة فإنه لا يستعجل، فإنه لا يستعجل، إما أن يحيل السائل إلى غيره ممن هو أعلم منه، وإما أن يؤجل إجابته حتى يتأكد من صحة الجواب الذي يعطيه له. نعم. نأخذ اتصال فيصل من جازان. تفضل أبو فيصل. تفضل أبو فيصل. أيوة، السلام عليكم. وعليكم السلام. فضيلة الشيخ، كما نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم حرم التصوير مطلقا، ولكن هناك داعي يقول أن التحريم لا يشمل الآلات الفوتوغرافية، وحقيقة هناك كثير من الناس صدقوا هذه الفتوى وهم يقولون بأنه من الراسخين في العلم. شكرا. عندي سؤالين. يحتاج إلى دليل، الذي يستثني شيء من التصوير يحتاج إلى دليل، ولا دليل عنده. النبي صلى الله عليه وسلم حرم التصوير بأي وسيلة كان، بالفوتوغرافي، بالرسم، بالنحت. النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين، قال: من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ. قال عليه الصلاة والسلام: إن المصور يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. فالوعيد في هذا شديد، ولا يستثنى شيء بدون دليل، ولكن التصوير الذي دعت إليه الضرورة أو تدعو إليه الضرورة هذا لا بأس به للضرورة. قال الله جل وعلا: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه.
فإذا كان هناك ضرورة للتصوير فإنه يباح منه بقدر الضرورة، وما عدا ذلك فإنه لا يجوز ولا يستثنى شيء مما هو بالآلة أو بالرسم باليد أو بالنحت أو غير ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل يا شيخ، الشخص الذي يقول في حديثه والله لا أذهب اليوم إلى المكان الفلاني ويكررها، هل عليه شيء في هذه الأيمان؟ إذا قصد عقد اليمين وخالفها فعليه الكفارة، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فإنه يصوم 3 أيام كما في الآية الكريمة، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. نعم. جزاكم الله خير يا شيخ. هذا يسأل عن نقل الوقف يا شيخ من مكان إلى آخر. نقل الوقف يراجع فيه المحكمة الشرعية، لا يتصرف في الوقف إلا عن طريق المحكمة الشرعية على يد القاضي. نعم. بيع الريالات المعدنية بورقية ما حكمه؟ كله سواء، ما دام أنه أثمان ونقود جعلها السلطان نقودا وأثمانا لقيم الأشياء فإنها كلها سواء، سواء كانت من المعدن أو من الورق النقدي أو من الذهب أو من الفضة. نعم. هذا يسأل يا شيخ عن البضاعة، عبارة البضاعة لا ترد ولا تستبدل، هل هي عبارة صحيحة؟ لا، ما هي صحيحة، إلا ترد إذا صار فيها عيب وتستبدل، إذا صار فيها عيب تستبدل بسليمة، ولا يغلق على المشتري الباب الذي فتحه الله له في أن يرد بالعيب وأن يستبدل السلعة الردية إذا أو المغشوشة. نعم. معنا سعيد من الرياض، تفضل يا سعيد. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليك وعلى الله الكريم. وعليكم السلام. عندي سؤال طامرك الحين، مثلا اذا حبيت فلوس صدقه من البيت حفظ القران وجاء مره ثانيه ودفعت مبلغ ثاني، هل الحسنوات تزيد ولا هي ثابته؟ هذا واحد. لحظه، واضح ولا وضح؟ واضح تقلع. والسؤال الثاني لحظه اصبر شوي، ما وضح السؤال يا اخي. اعد السؤال يا سعيد. اقول الحين اذا دفعت لي مبلغ من المال في تحفيظ القران ورحت وجاء بعد فتره وجبت مبلغ ثاني، هل الحسنات تزيد ولا هي على ثابته يعني؟ واضح؟ تزيد الحسنات بزياده المبلغ، كل ما زدت المبلغ بنية خالصة وطيبة تزيد الحسنات بإذن الله والأجر. نعم. السؤال الثاني. هل من صدقة جارية غير بناء مسجد وغير البير؟ لأني ما استطيع هذه، من يعني يسيرة وهي مستمرة، أريد الشيخ يوضح إذا موجود إذا شيء فيه شيء من الصدقات الجارية اليسيرة. طيب شكرا. يا أخي، الصدقة الجارية هي الوقف، سواء مما تبقى عينه ويؤخذ ويستغل وينتفع به، مما ينتفع به مع بقاء عينه، هذا الذي يوقف وليس له نوع معين، كل ما انطبق عليه هذا الوصف فإنه يكون من الصدقة الجارية، حفر بير للناس، بناء مسجد للناس يصلون فيه وغير ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل يا شيخ، كنت أبيع عند صديق لي في المعارض وأشتري
في السيارات، وكنت أزود في السيارة وأنا لا أرغب في شرائها وإنما لرفع قيمة هذه السيارة، وتبين أني مخطئ، ماذا يلزمني الآن؟ هذا حرام ولا يجوز، وهذا هو النجش الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله ولا تناجشوا. والنجش هو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها وإنما يريد رفع قيمتها على الآخرين، وهذا حرام. وإذا تبين هذا فللزبون الذي اشترى أن يرد السلعة ولا يأخذها إلا بقيمتها الحقيقية، هذا حرام، وهذا فيه إضرار بالمسلمين وفيه غش للمسلمين. نعم، معنا حسين من حفر الباطن، تفضل يا حسين. اقصر التلفزيون. السلام عليكم. حسين اقصر التلفزيون شوي واسمعنا من الهاتف الله يعافيك، لان في تردد بيننا وبينك. تفضل. تفضل. السلام عليك يا شيخ فوزان. عليكم السلام، نعم. انا طال عمرك اخذت سلفه من بنك الادخار صندوق التنميه. حطيت على بيتي منه 200,000 وظل منه 300. لو حال علي الحول هل علي زكاة؟ أنا ما أخذ دين اقتصاد. اي نعم، إذا حال الحول وعندك نقود سواء تريدها للبناء أو لغيره من الحاجات ففيها الزكاة إذا بلغت النصاب فأكثر. نعم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول عندما يحافظ المسلم قبل نومه على الشهادتين في كل ليلة بحجة أنه إذا فارق الحياة في نومه مات على شهادة أن لا إله إلا الله، هذا شيء طيب، ولكن الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن من يريد النوم ينام على جنبه الأيمن ويقول بعد ما يقرأ آية الكرسي وسور الإخلاص والمعوذتين أنه يقول اللهم إني وضعت جنبي إليك وأسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك رغبة ورهبة إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. فإذا قال هذا ومات فإنه يكون مات على التوحيد أو على الفطرة. نعم، أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، يقول السائل هل ورد شيء من الأحاديث في قتل الحيات التي تظهر في البيوت، وهل أمرنا باستئذانها في أيام معدودة؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الحيات في البيوت حتى ينذرها ويحذرها، فإن ذهبت الحمد لله، وإن لم تذهب تبين أنها حيات وليست جنا فيقتلها دفعا لشرها. نعم، أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، بالنسبة للحديث النبوي والحديث القدسي، كيف نفرق بين هذه الأحاديث؟ الحديث القدسي هو ما يرويه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا، فلفظه ومعناه من الله سبحانه. وأما الحديث النبوي فهو ما كان معناه من الله، وأما لفظه فهو من الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. رجل مسح على شرابه عند الوضوء ثم خلعها بعد أن وجد لها رائحة وصلى ولم يغسل مكانها، فما حكم الصلاة على هذه الحالة؟ إن كان خلعها قبل أن ينتقض وضوءه، لبسها على طهارة ثم خلعها قبل أن ينتقض وضوءه، فلا شيء في ذلك، يصلي، يغسل رجليه ويصلي. أما إذا كان مسح عليها، إذا كان مسح عليها، ابتدأ المسح عليها، إذا خلعها فإنه يبطل الوضوء لأنه أزال الممسوح عليه،
وزال العذر الذي من أجله شرع المسح، نعم، وظهرت الرجل، نعم. أحسن الله إليكم. أبو سالم يقول: أرجو من فضيلة الشيخ الله يحفظه أن يبين لي أهم الأحكام المتعلقة بالمسح على الشراب ونحن على مشارف الشتاء. الشراب تقوم مقام الخفين بشرط أن تكون ساترة للمفروض، ساترة للكعبين وما تحتهما، هذا شرط. الشرط الثاني أن يكون من مادة طاهرة، أن يكون منسوجين أو مصنوعين من مادة طاهرة يمسح عليهما. والشرط الثالث أن يمسح عليهما داخل المدة، للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها، فحكم الجوربين حكم الخفين سواء بسواء، نعم، يشترط فيهما ما يشترط في الخفين، نعم. أم سلمة تقول: الشيخ، هل ورد شيء عند الولادة في قراءة سورة الزلزلة وتكرار هذه السورة عدة مرات؟ لا أعلم شيئا في ذلك. يذكرون أشياء تقرأ على المرأة وهي في الولادة، لكن لا أعرف لها دليلا، نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل أبو عادل: متى نطلق على أن هذا العمل بدعة، وما ضابط ذلك، مأجورين؟ إذا كان لا دليل عليه من الكتاب والسنة فإنه بدعة. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، نعم. أبو السلطان من حائل معنا على الخط، تفضل يا أبو السلطان. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. الشيخ أطفالنا الأنابيب ونقل الأعضاء، يعني حكمهم يعني. والله هذا يحتاج أنك تكتب سؤالك وترسله لدار الإفتاء أو للمجامع الفقهية، نعم. يقول السائل: يا شيخ، طلب مني شخص شهادة زور بالإكراه، ماذا أفعل وكيف أتصرف من ذلك؟ لا يمكن الإكراه على هذا، شهادة الزور من كبائر الذنوب والعياذ بالله، لا يجوز ولا يمكن أحد يجبرك على شهادة الزور، لا تطيعه، لأنها هي من أكبر الكبائر. قال صلى الله عليه وسلم: لا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم تولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات وكان متكئا صلى الله عليه وسلم فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت، إشفاقا عليه صلى الله عليه وسلم مما ظهر عليه من التأثر، مما يدل على قبح شهادة الزور وشدة تحريمها، نعم. أحسن الله إليكم. يقول في فقرته الثانية: كيف أحقق التقوى، وما معناها، وما هي شروطها، وخصوصا في الأعمال الصالحات؟ التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف من عقاب الله، نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، يقول هذا السائل: ما الآيات التي تقرأ على الشخص المصاب بالصرع أو المس، وما أعظم هذه الآيات؟
يقرأ عليه سورة الفاتحة، تقرأ عليه سورة الإخلاص والمعوذتان، ويقرأ ما تيسر من القرآن، والقرآن كله والحمد لله كله شفاء ورحمة. نعم، معنا اتصال محمد، تفضل يا محمد. نعم، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام، جزاكم الله بالخير يا شيخ. جزاك الله بالخير. أشهد الله أن أنا أحبكم في الله يا علمانا، ونكن لكم كل التقدير والاحترام. جزاك بارك الله فيكم. سؤالك يا أخي. يا شيخ جزاكم الله خير. ما حكم الهجر حتى بين الأرحام يا شيخ؟ انتشر الهجر بين الأرحام، هذا السؤال الأول. الهجر عندنا قد يهجر السنين والعياذ بالله. قال تبغى كلمة منك؟ طيب. وفقك الله. قال, قال صلى الله، اسمع يا أخي، قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، فلا يجوز الهجر فوق ثلاث، إن كان ولا بد فإلى ثلاث، ثم يتراجعان ويتصالحان فيما بينهما. نعم نعم. السؤال الثاني يا شيخ، السؤال الثاني: رجل يعني سمعه قليل، فسجد الإمام ثم قام ما سمع هذا الأفلج، هذا رجل يعني سمعه قليل، ثم سجد ثانية ثم قام يعني ما سجد إلا سجدة واحدة، فهل يعيد صلاته يا شيخ؟ إذا كان ما سجد إلا سجدة واحدة وطال الوقت فيعيد الصلاة، أما إذا لم يطول الوقت فيقوم بعد سلام الإمام ويأتي بركعة كاملة ويسجد للسهو. نعم. تحية المسجد يا شيخ، هل تصلى في كل الأوقات؟ وما هي أوقات النهي؟ ولماذا سميت أوقات نهي؟ أوقات النهي خمسة: من طلوع الفجر، من طلوع الفجر إلى طلوع، من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ومن طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح، وعند قيامها في وسط السماء حتى تزول، ومن بعد صلاة العصر حتى تتضيف للغروب، والخامس إذا تضيفت للغروب حتى تغرب، هذا بالتفصيل. وأما بالإجمال فهي ثلاثة: من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح، وعند قيام الشمس في وسط السماء فوق الرؤوس حتى تزول، ومن صلاة العصر إلى الغروب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذه الأوقات. وأما تحية المسجد فمن العلماء من قال إنه من ذوات الأسباب، فتفعل عند وجود سببها وهو إرادة الجلوس في المسجد في أي وقت كان، فعندهم أنها من ذوات الأسباب فتفعل عند وجود سببها وهو إرادة الجلوس في المسجد في أي وقت كان، قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهذا عام في جميع الأوقات. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: شيخ، عندي بالبيت مكتبة كبيرة، هناك مصاحف الحقيقة مقطعة، وأوراق من المصحف الشريف وكتب الفقه، ما الأفضل فيها وما هي أفضل الطرق؟ إذا كانت أوراق المصحف يمكن جمعها وصفها والاستفادة منها، فإنك تجمعها وتصلحها، تجعلها في مجلدة وتضعها لك أو للمسجد ينتفع بها المسلمون. أما إذا كان ما يمكن جمعها وصفها فإنها تحرق، إما أن تحرق وإما أن تدفن في مكان طاهر. نعم. أبو سلطان من المدينة النبوية، تفضل أبو سلطان. تفضل أبو سلطان.
وعليكم السلام. يا شيخ عفى الله عنك، عندي سؤال. تفضل. في طال عمرك زيارة الإبل، من بعض الإبل تترك ولدها ولا تركب إلا بالغصب مضيرها، هو حرام ولا حلال؟ بس بعضها ما هو طال عمرك ما يبمن، نجيب الأحوار ونركبها على عشان حلبها ونبيعها يا أخي ما أعرف تضيير الإبل وش معناه؟ تضيير الإبل تلد الناقة وتترك ولدها، وبعدين غصبها غصب الحزم خاشمها ونجيها وتركها يعني بالقوة، يعني ما يجوز هذا، في تعذيب للحيوان وفي نعم ما يجوز هذا. نعم أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا يسأل عن حكم ضرب الأمثلة من القرآن، مثل يقول لشخص هذا لا يسمن ولا يغني من جوع. لا بأس بذلك ما لم يتخذ هذا دائما، إذا جاء بعض الصدفة وتنطبق الآية على الحالة الحاضرة فلا بأس أن يستشهد بالآية أو يأتي بلفظ الآية. نعم. يقول ما المقصود في الآية الكريمة وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة؟ خليفة يعني يخلف من قبله، لأن الأرض كان فيها سكان قبل آدم عليه السلام، فالله جعل آدم خليفة بعدهم، أو خليفة لمن سبقه من سكان الأرض. نعم. له سؤال آخر فضيلة الشيخ، يقول لماذا خص الله عز وجل من بين سائر العبادات الصوم في الحديث القدسي، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به؟ هذا بينه الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، فلذلك اختص الله الصوم من بين سائر الأعمال، فقال الصوم لي وأنا أجزي به، إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، فآثر طاعة الله ورضا الله على رغبة نفسه وحاجة نفسه، وهذا دليل على الإخلاص ومحبة الخير. نعم. أحمد من الرياض، تفضل يا أحمد. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام. السلام. أسأل أنا عن ضرب المصابين في المسجد، يعني في بعضهم يضربوا المريض، في بعضهم في الكهرباء، في بعضه يخنق المريض، وبعضهم يعني حتى يخنق حتى يتوفى، وبعضه يغزه في الإبرة، غاز في الإبرة، هل يجوز هذا يعني أنهم يستخدموا الأشياء هذه في الرقاة؟ لا يجوز تعذيب المريض وتعريضه للألم الشديد، لا يجوز هذا، وقد لا يكون فيه جن، قد لا يكون فيه جن، وإنما في مرض نفسي أو ما أشبه ذلك. وأيضا ما كل رجل يصلح للرقية، لرقية الممسوس بالجن، لازم أهل المعرفة وأهل العلم وأهل العقيدة الصحيحة هم الذين يتولون هذا، أما الجهال والعوام يتولون هذا ويخبطون ويعذبون المريض زيادة على ما هو فيه، هذا لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا يسأل عن ضابط الهدية، إعطاء الهدية لمدير مصلحة ما أو في القسم من باب تهادوا تحابوا؟ لا، الموظف لا يهدى له شيء، لأن هذا يعتبر من الرشوة، الموظف اللي يتولى شؤون الناس ويراجعه الناس يكفي راتبه ولا يأخذ على إنجاز أعمال الناس شيئا، لا هدية ولا غير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا يقال له ابن اللتبية على الزكاة، فجاء بالزكاة وقال هذا لكم وهذا أهدي إلي، قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا جلس هذا في بيت أمه فينظر يهدى إليه؟ فإذا كان الإهدى من أجل العمل ومن أجل الوظيفة فهذا رشوة ولا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم. يقول الشيخ هذا السائل،
الكتابة على المصحف كاسم الطالب والصف والمدرسة ورقم التليفون؟ وما ينبغي الكتابة على المصحف، ما ينبغي الكتابة على المصحف، لكن إذا كانت الكتابة من خارج على ظاهر غلاف أو جلد المصحف من خارج ووضع عليه ملصق، ورقة ملصقة وكتب عليها اسمها واسم أو ما يحتاج إلى كتابته، وإذا استغنى عنها ينزعها فلا بأس بذلك. نعم. مرة ثانية نذكر السادة المشاهدين بتليفون البرنامج والذي سيظهره مخرج هذه الحلقة لمن أراد الاتصال بفضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: بالنسبة للدعاء وأثر الدعاء في حياة المسلم في وقتنا الحاضر، هل للدعاء أيضا تغيير يغير ما كتب للإنسان قبل خلقه؟ الذي قدر المقادير هو الذي أمر بدعائه سبحانه، قال ربكم ادعوني أستجب لكم، فالله أمر بالدعاء وهو الذي قدر المقادير، وأنت لا تتدخل في هذا الأمر، أنت اعمل ما أمرت به، فادعو الله في حاجتك وشؤونك ولا تتدخل في هل يعارض القدر أو لا يعارض القدر. نعم. يقول أبو عبد العزيز بأننا نقوم بتغسيل الجنائز ولا نستطيع الصلاة عليها مع الجماعة في المسجد ونصلي عليها قبل الذهاب بها إلى المسجد. لا، صلاة الجماعة مع الجماعة أهم من الصلاة على الجنازة، كيف تخلون عن صلاة الجماعة؟ احضروا صلاة الجماعة وصلوا على الجنازة بعد صلاة الجماعة، أعانكم الله وسدد خطاكم في عملكم هذا. نعم. يسأل عن الأذان للصلاة في مقر عملي، فأنا في شركة. الأذان إذا كان في بلد يكفي أذان البلد أو قريبا من المسجد يكفي أذان المساجد، وأما إذا كان ما عنده مسجد ولا يسمع أذان فإنه يشرع له أن يؤذن ويقيم. نعم. هذا أبو إبراهيم له مجموعة من الأسئلة، يبدأ السؤال الأول بالتسخط إذا نزلت نازلة بالإنسان كفقر أو مصيبة أو غيرها. لا يجوز التسخط لقضاء الله وقدره، بل يجب الصبر والدعاء، يدعو الله بدل ما يتسخط، يدعو الله أن يزيل عنه ما أصابه، أن يرزقه، أن الله قريب مجيب سبحانه وتعالى. نعم. له فقرة أخرى بالنسبة لصلاة ركعتين عند الدخول على الزوجة في ليلة الزفاف، هل ورد شيء في ذلك شيخ؟ نعم، ذكر العلماء هذا أنه يصلي ركعتين ويأخذ بناصيتها ويدعو الله أن يصلحها وأن يجعلها مباركة عليه وما أشبه ذلك، ذكروا هذا والله أعلم. نعم. أبو ياسر من الرياض، تفضل أبو ياسر. السلام عليكم. عليكم السلام. اسمعنا من الهاتف. أبو ياسر، ممكن أكلم الشيخ؟ تفضل. عندي سؤال لو سمحت. تفضل. أخذت مبلغ من شخص قبل فترة من الزمن، وبعد ما أخذت المبلغ تبين لي أنه ذلك الشخص ماله يعني في شبهة، ومنذ ذلك التاريخ لهذا اليوم لم أرزق بعمل، هل يكون ذلك سبب في منع الرزق؟ شكرا. أن تعرف أن هذا المال الذي أعطاك أو أخذته منه أنه حرام فلا تأخذه، لا، ورده عليه، أما إذا كنت لا تعلم فالأصل الإباحة ولله الحمد، وأحسن الظن بإخوانك المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا يسأل ويقول: ما حكم الشرع في نظركم فضيلة الشيخ في تأخير الحج، حيث يقول بأنني أريد أن أكون نفسي أولا وأتزوج ثم أحج، وهو الآن في 40 من عمره؟ إذا كان عنده مال يتسع للحج وللزواج ف
فإنه يحج ويتزوج متى ما أراد. أما إذا كان المال الذي عنده قليل وهو يخاف على نفسه إذا لم يتزوج فإنه يقدم الزواج لأنه من حاجاته الضرورية. نعم. هذا يسأل فضيلة الشيخ أبو عبد الله، والحقيقة هذا السؤال يرد كثيرا، يقول نشاهد بعض الشباب أو بعض الناس عند الإشارات معه مصحف صغير ثم يقوم بقراءة القرآن والإشارة حمراء، فضيلة الشيخ حكم القراءة في هذه الحالات؟ لا يعرض نفسه للخطر ولا يقرأ في المصحف وقد انفتحت الإشارة أو الناس أدركوه، عليه أن يتجنب الخطر. والقراءة لها وقت آخر، لها وقت آخر. نعم. جزاكم الله خيرا. يسأل الفقرة الأخرى عن حكم لبس الساعة باليد اليمنى. لبس الساعة حسب عادة الناس لا يخالف الناس، إذا كان الناس يلبسونها باليمنى يلبس، إذا كانوا يلبسونها باليسرى يلبس مثلهم ولا يخالفهم. نعم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول بالنسبة للصلوات الفائتة كيف تقضى، وهل تقضى بالترتيب أم مع كل فرض فرض؟ لا، يقضيها، يقضيها، يبادر على الفور، يقضيها على الفور مرتبة، اليوم الأول صلوات اليوم الأول مرتبة، صلوات اليوم الثاني مرتبة، وهكذا حتى يفرغ منها ويبادر بذلك لأنها دين في ذمته. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. بالنسبة، يقول هذا السائل، لتعدد القراءات في القرآن الكريم، هل ورد شيء عن الصحابة في ذلك؟ القراءات الصحيحة واردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، مروية بالأسانيد الصحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا كان البلد معتمد على قراءة أحد القراء المعروفين فلا يشوش على الناس ويجاب قراءة أخرى في المساجد أو في الصلاة للإمام مثلا، يقرأ بقراءات أخرى غير ما يقرأ به أهل البلد. إذا كان أهل البلد مثلا يقرأون بقراءة حفص فليقتصر عليها ولا يشوش على الناس، وكونه يتعلم القراءات لنفسه ويقرأ بها في غير الصلاة بالناس لا بأس بذلك. وكلها القراءات الصحيحة العشر أو السبع كلها ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أم عبد الله تقول بأنني مشطت شعري في دخول العشر نسيانا وجهلا مني مع أنني كنت أصوم تلك أيام العشر. إيش؟ مشطت شعرها يا فضيلة الشيخ. نعم. تقول بأنها تسأل عن تمشيط المرأة لشعرها عند دخول عشر ذي الحجة. هي تريد أن تضحي؟ نعم 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 نعم، تريد أن تضحي، تريد أن تضحي. نعم. إذا كانت تريد أن تضحي، إذا دخلت عشر، إذا دخلت عشر ذي الحجة فلا تأخذ من شعرها ولا من أظفارها حتى تذبح أضحيتها كما في الحديث. أما إذا كانت لا تريد أن تضحي فلا مانع، عشر ذي الحجة وغيرها سواء. نعم. أبو عواد معنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ حياك الله، تفضل. حياكم الله. يا شيخ، عندي الوالدة حادة يا شيخ، أطلع بعمرك، ولا حلال حول البيت، يعني جانب البيت، هل يجوز أنها تروح للحلال يعني وهي لابسة، يعني محتشمة ولابسة عباتها ولابسة قفازات ولابسة، يعني مو طالع منها شيء؟ نعم، المتوفى عنها تلزم البيت إلا إذا احتاجت إلى الخروج بالنهار لحاجة لا يقوم بها غيرها فتخرج النهار وترجع إلى البيت. نعم. شكرا. هذا
هذه سائلة تقول: فضيلة الشيخ، هذه موضوع لأختي، طلقت وقام الأب زوجها ومنع الأولاد من رؤية أمهم المطلقة، فما حكم الشرع في نظركم بالنسبة للأب الذي يمنع الأولاد من رؤية أمهم؟ إذا كان ليس هناك عذر له في منعهم، وليس هناك مبرر، فلا يجوز له منعهم من رؤية أمهم، هذا حث على قطيعة الأرحام. نعم. تقول السائلة: متى يبدأ سن التكليف شيخ بالنسبة للولد والبنت؟ يحصل بعلامة البلوغ، البنت بالحيض أو بظهور الشعر الخشن حول القبل، وكذلك إذا تمت 15 عاما، هذا آخر شيء، بذلك تبلغ يحصل البلوغ. نعم. علي من جدة، يعني اصبر يعني انبات الشعر او الاحتلام، اذا احتلم وهو نائم وخرج منه شيء، هذه علامة البلوغ. وكذلك اذا تم له 15 سنة لم يحصل معه احتلام ولا انبات شعر، لكن تم 15 سنة، يعتبر انه قد بلغ بالسن. والمرأة تزيد أو البنت تزيد بحصول الحيض. نعم. علي من جدة، تفضل يا علي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. عليكم السلام. هل ورد في الحديث هل الإسبال من نواقض الوضوء أو لا تصح صلاته المسلم؟ لا، ما ورد هذا بعض الناس يزود، وإلا الإسبال محرم وكبيرة من كبائر الذنوب. من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه، ما كان أسفل الكعبين فهو في النار. الأحاديث غلظت في هذا، فهو من كبائر الذنوب، لكن لا يبطل الصلاة ولا ينقض الوضوء، ما ورد هذا. نعم. هذا يسأل يا شيخ عن حكم جمع مجموعة من الطيور في قفص ومراقبة هذه الطيور والتسلي بها. إذا لم يكن هناك حاجة لهذه الطيور فلا يحبسها ويعذبها، أما إذا كان هناك حاجة أنه يبيع منها أو يأكل منها وينتفع بها فلا بأس بذلك، لكن يوفر لها ما تحتاج إليه ولا يعذبها. نعم. من الأسئلة التي وردت البرنامج يا شيخ صالح، يقول: إذا أسعف الرجل أخا له من موت محقق، هل يصبح أخا له من هذا الموضوع؟ هذا عند العوام، هذه فتوى العوام، ولا ما يصبح محرما للمرأة إذا أنقذها من مهلكة، ما يصبح محرما لها، ولكن بعض العوام يقولون هالكلام هذا ولا دليل عليه ولا أصل له. نعم. من الأسئلة التي وردت، هذا يسأل يا شيخ عن الفرق بين الظهار والطلاق، وما حكمهما والمثال في ذلك؟ يا أخي، الظهار يمين مكفرة، وأما الطلاق فهو حل عقدة النكاح أو بعضها، هذا الطلاق. نعم. معنا عبد العزيز من أبها، تفضل عبد العزيز. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. منذ زمن نظرت نظر بصوم، ولكن لا أعلم هل حدث الأمر الذي نظرت له أم لا، فقد نسيت، ولكن يأتيني تفسير أنه شهر أو شهرين، وهل إذا علي صيام يشترط التتابع أم لا، وهل علي كفارة؟ يا أخي وضح سؤالك، ما ندري وش النذر وش اللي أنت معلق عليه. نعم. تقول إنه غلبت إنه ظن أو ما أشبه ذلك. الظن لا يترتب عليه شيء. نعم. طيب، بارك الله فيك.
فضيلة الشيخ بالنسبة لشهر الله المحرم، هل ورد شيء من السنة في صيامه كاملا؟ وما هي الأشهر التي تصام بعد رمضان؟ نعم، أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، ولكن الهدي النبوي أنه لم يكمل شهرا بالصيام إلا رمضان، فيصوم غالبه، غالب شهر المحرم، وأكده العاشر أو ويوم قبله، نعم، أو يوم بعده، العاشر ويوم قبله أو يوم بعده، نعم. يقول أبو عبد الله، بالنسبة للمسافر للدراسة أو للعلاج، هل يجمع ويقصر الصلاة لأنه قرأ فتوى في ذلك؟ الفتوى دي غير صحيحة، وجمهور أهل العلم على خلافها. إذا نوى إقامة تزيد على 4 أيام فلا يجوز له الجمع ولا القصر، لأنه أصبح مقيما وانقطع سفره، نعم. هذا سائل يقول: يا شيخ، من الذي حدد المواقيت؟ ومن تجاوز هذه المواقيت فماذا عليه؟ حددها الرسول صلى الله عليه وسلم، مواقيت الإحرام حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل الجهات المعينة، ولا يجوز أن يتجاوزها من يريد الحج والعمرة إلا وبعد أن يحرم منها، نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ صالح، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الأمة الإسلامية، جزاكم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء على تفضلكم بإجابة الإخوة والأخوات، حيث استمعنا إلى هذه الإجابات الموفقة والمبنية على الكتاب والسنة، جعل الله ذلك في ميزان حسناتكم. أشكر الزملاء في محطة القصيم الذين استقبلوا الشيخ وهيئوا له هذا اللقاء مع الإخوة والأخوات في هذا اليوم المبارك، كما أشكر فريق العمل من المصورين والفنيين والمخرجين، هذا زميلي معجب الدوسري من الرياض، يتمنى لكم أوقاتا طيبة وعامرة بذكر الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.